ثلاث نماذج ميزت العمارة الجنائزية ببلاد الشام. المدافن المعبدية ظهرت ببدايات القرن الثاني الميلادي، منتشرة بجبل الزاوية وجبل سمعان واللجات وشهبة بسوريا. أشهر مدافن هذا النمط هو خزنة الفرعون في البتراء. المدافن الهرمية ظهرت بين القرنين الأول قبل الميلاد والأول بعد الميلاد، تنتشر بحمص والهرمل والقدس. المدافن البرجية تتألف من عدة طوابق ممكن يوصل ارتفاعها لخمسة أمتار. أحد الفرضيات بتنسب هذا النمط من العمارة للعرب البدو، تنتشر بوادي القبور بتدمر ومنطقة الفرات الأوسط وقرب البوكمال وجنوب سوريا.